خلينا اروح لرؤى وعملت فيه اول ما طلع اول ما جابه كابتن حسام البدري عملت فيه ايه؟ قول لي يا رؤى عمل لك ايه احمد؟ قول ما تخافش عادي. لا انا كابتن هو يعني لا وانت كمان هتقول لا اول في كان الموسم الاهلي واخد الدوري قبلها بست ماتشات او سبع ماتشات سبع اسابيع فمستر مانو ادى اللعيبه اللي كانت بتلعب معظم الدوري وبتاع ادهم اجازه وهو خد اجازه وسافر تمام. فكابتن حسام كان هو تولى المهمه ساعتها يعني فطلعنا طلع حوالي خمس ناشئين من تحت. كنت بقى مين بيدربك تحت ساعتها؟ كنت فريق الشباب؟ كنت فريق الشباب كان كابتن زيزو. فاول ما طلعت اول ما دخلت النادي دخلت الاوضه راح عادل قال لي تعالى. قلت له يا كابتن. قال لي بقول لك ايه؟ قلت له قال لي فاضل ست اسابيع. قلت له قال لي العبهم. يعني مش عارف لا مش عارف اللي هيرد عليك يقول لك ايه يعني مش عارف اتكلم. فايلعب بس عبد الله كنت انا متابعه في الناشئين حتى هو بيتمرن كان بيطلع يتمرن معانا بس ما بيلعبش او ما بياخدش فرصه. انت عارف مستر مانويل قليل قوي لما بيعتمد على لعيب ناشئ لكن عبد الله لما كان بيطلع بقاله سنه بيتمرن معانا وبس حته فرصه ان هو ياخد يلعب بعد ما بنحسب الدوري بتبقى الفرصه اسهل اسهل طبعا. فانا كنت حابب ان عبد الله يخش كنت حابب ان عبد الله ياخد الماتشات وخصوصا الكابتن حسام بدري كان بيحب اللعيب الصغير فقلت لعبد الله كمل انت بقى عشان انزل على اسكندريه شيل بقى عشان انا اخد اجازه العب عشان اخد الاجازه بالظبط انا اخد اجازه وانت بقى شيل الست ماتشات بس يعني ان شاء الله لما لعبت نقطه التحول يعني الحمد لله فعلا يعني فرقت معايا لعبت ست ماتشات الحمد لله يعني كنت مركز فيهم قوي وربنا كرمني بيهم وكمان السنه اللي بعدها طلعت اعاره الشرطه برده لعبت الموسم كله فالحمد لله يعني ربنا كرمني فيها يعني. بس كابتن احمد عادل برضو انت معروف ان انت كنت ما انت اللي اديته السكه انت اللعيبه برضو كنت بتساندهم كانت اللعيبه تختار يعني رايك انت في اللبس وذوقك انت مهم قوي بالنسبه لهم ايه حكايه الموضوع ده احكي لنا كده. لا كان عبد الله بياخد رايك برضو اللي حصل معايا اللي حصل معايا لما طلعت او لما جيت من النادي الاولمبي كان عندي حوالي 19 سنه شفت ده من اللعيبه الكبيره شفت ده من بركات شفت ده من ابو تريكه شفت ده من وائل جمعه شادي محمد مع احترامي لمحافظ الالقاب يعني شادي محمد حضري جيل الدهب عماد متعب شفت ده دخلوني وسطهم ازاي بسرعه يمكن انا اول ما دخلت الاوضه كنت لسه قبل المؤتمر الصحفي وانا في صفقه من النادي الاولمبي للنادي الاهلي شفت ازاي استقبال ابو تريكه ليا شفت ازاي استقبال بركات فعلا يا كابتن هاني لما دخلت اول تمرينه واول ماتش ما حسيتش ان انا لسه جاي فدي يعني وكان في طبعا رهبه اكيد انت داخل برهبه معينه ومنتظر حاجه الاهلي واكبر نادي في افريقيا ولاعيبه كبيره طبعا ومع احترامي لاي نادي برضو انت الضغوط وانت بتلعب في نادي الاهلي غير اي نادي تاني الاهداف اللي عندك يمكن لو اكلمك على لائحه النادي الاهلي الفتره دي كانت اللائحه تجيب 10 بونت من 12 يعني 3 مكسب وواحد تعادل بس عشان كمان الناس تفهم انك ممكن ما تاخدش مكافاه ماتشات يعني انت بتلعب نجيب 9 بونت ما ناخدش ولا مكافاه 4 ماتشات مطالب انك تجيب 10 بونت 10 بونت يعني انت لو جبت خلال الاربع ماتشات كسبت منهم 3 واتغلبت ماتش او فمش هتاخد مكافئات الاربع ماتشات اكنك ما عملتش حاجه يعني فكانت لائحه قويه وهي ده الحافز يعني ده الحافز وبيوصل لك رساله او كمجلس اداره النادي الاهلي او مدير الكوره او الجهاز الفني بيوصل لك رساله احنا طموحنا ايه احنا هدفنا ايه عشان كده لما اتكلمت مع حضرتك في اول الحلقه ان فعلا احنا بنلعب على الاول على طول احنا بنلعب على الاول عشان كده لما كنا بننزل اول اي مباراه كنا مخلصها في اول 10 دقائق اول 10 دقائق ربع ساعه دي اللي كانت الفرق بتعاني مننا فيها ان احنا هم حتى لما كانوا بيتكلموا هو اول 10 دقايق لو استنوا هيتذبحوا في بلس 90 يعني لو كملوا للاخر في الاول يا في الاخر بالظبط اختار انت يعني لا فالحمد لله حققنا انجازات كتير مع النادي الاهلي وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي ومجلس ادارته يعني.